إذن نطلع أول إشي على اللوبي سير. هدف اللوبي سيرفي بشكل أساسي بدي أطلع الأرايفل ريت. حتى أطلع الأرايفل ريت بدي أعرف يو. هلا يا إما بأخذ يو نومينال يا إما بأخذ يو أوبزيرفت. ويو أوبزيرفت هي مجموعة كل الأرايفلز اللي صارت في هذاك المكان، الناس اللي دخلوا على العمارة، كل الإنكامينج ترافيك اللي دخل على العمارة. لازم نعمل هلا حتى نعمل هيك بدنا نعمل نموذج. راح اعطيكم مثلا مثال هون على النموذج. هذا النموذج راح ناخذ هون دقيقه راح يكون هذا لوبي سيرفي، بس هذا لوبي سيرفي معقد. خلينا اخذ لوبي سيرفي اسهل من هيك. فراح اخذ مثلا 8 0 0 8 0 1 8 0 2 8 0 3. لما نقول 8 0 0 يعني كأنه عمال نقول من 8 0 0 إلى 8 0 0 59، وهذا كأنه 8 0 1 59 إلى آخره. فهذا الزمن البيريد فروم تو من هون، وهون بنسجل مثلا توتال لعبناها اول فصل صح؟ نعم لعبناها اول مادة. ايوه بالضبط. هلا هذا هون في واحد تفصيلي اكثر رح احكي عنه بعدين، بس خلينا نحط هذا البسيط توتال نمبر اوف كمان راح نحط توتال ونقدر نعمل بهذا الشكل. هلا هون انت بامكانك تحط مثلا 5 مثلا 7 بنعدهم كلهم هون، فهذول بنجمعهم عدد الناس كلهم اللي وصلوا خلال الفترة هاي، أو إذا ما بتعملهم بالطريقة هاي بامكان نعملهم يعني نفضل نعملهم بالطريقة هاي. 1 2 3 4 مثلا 1 2. اوكي اللي طلعوا في ناس رغم انه هو مورنينج بيك، في ناس طالع من العمارة عم بترك العمارة وبيطلع من المصاعد، فمن عندهم بنفس الطريقة رح يكون طبعا عددهم هون اقل. بنكون منتبهين على الساعة لما تنتقل من دقيقة للدقيقة اللي بعدها بننتقل للسطر الجديد وبنعمل نفس الشيء مثلا هون نفس الشيء بنعمل هيك. فصار عندي هون واضح عدد الناس اللي اجوا للسيرفيس، طبعا هذول بيمثلوا انكمينج ترافيك، هذول بيمثلوا اوتجوينج ترافيك. ما بقدر اشوف الانترفلور ترافيك من اللوبي. هلا اذا عندي اكثر من لوبي بدي اعمل اكثر من فور. اذا عندنا سيفرال several entrance floors multiple entrances must لازم نعمل له repeat ويكونوا كلهم بنفس الوقت. اذا must must have multiple observers with synchronized. وعندي على كل ليفل، على كل ليفل يعني لو عندي عمارة هون فيها هاي ليفل انترنس ليفل، هذا انترنس فلور، كمان واحد هون وكمان واحد هون، لازم يكون عندي سيرفير هون وسيرفير هون وسيرفير هون. بيطلع عندي 3 فورمز من هاد، نجمع الثري فورمز، ولازم طبعا الساعات تكون سينكرونايز عشان لما نقول دقيقة هون تكون نفس الدقيقة الموجودة عند الثاني ونفس الموجودة الدقيقة عند الثالث. نجمع الفورمز كلها، فهذا بعطيني التوتال ارايفل، هذا بعطيني التوتال ديبارتشر. فبقدر احسب الانكمينج ترافيك بدقة وبقدر احسب الاوتجوينج ترافيك بدقة، بس مشكلة اللوبي سيرفي ما بيسمح لي اني اعمل الانترفلور.